خلونا نبدأ ونقول من سار على الدرب وصل، وأنا أعلم أنك تعلم الشيء هذا، ولكن هل فعلا أن من سار على الدرب وصل؟ من سار على الدرب وصل، نعم، ولكن من سار على الدرب سهر، ومن سار على الدرب تعب، ومن سار على الدرب لم ينم جيدا ولم يأكل جيدا وتعثر وتعثر وسقط وتألم ونظر لمن حوله، ومن ثم قام وواصل وواصل وتعب وسقط وسهر حتى وصل. هل قالوا لك ذلك؟ الكلام اللي نبي نوصل له إن فعلا من سار على الدرب وصل، أنت مجرد أنك تأخذ خطوة فعلا أنت تحركت من مكانك، ولكن هل معناها أنك أخذت خطوة وصلت؟ لا أبدا، راح تسهر وراح تتعب وراح تفقد الاجتماعات والاحتفالات والأعياد والمناسبات وفلان يقول لك أنت وينك، وفلان يقول لك أنت مشغول عنا، وعيالك يقولون ما شفناك زين، والاجتماعات والمناسبات ما تحضرها مثل ما كنت تحضرها. حتى تصل لابد من التعب يا صديقي، حتى تصل لابد من حتى تصل لابد من التعب ولابد من السهر ولابد من التألم حتى تتعلم. وفعلا من سار على الدرب وصل. قاعد أقرأ العبارة هذه وأركز فيها تفصيل العالم كلهم، يقول لك أنا بديت في 2017، بديت في 2018، ما شاء الله 2022 وصلت القاعدة الفلانية. طيب اذكر لي من يوم بديت إلى أن وصلت ما هي التعثرات؟ اذكر لهم واذكر لنا من بديت إلى أن وصلت وش الحاجة اللي مرت عليك؟ كم مرة سهرت، كم مرة سافرت، وكم مرة تعبت، وكم مرة نظرت لمن حولك وترى أنك لوحدك؟ فعلا من سار على الدرب وصل، ولكن يسقط ويتعثر ويسهر ويتألم حتى يصل. تحياتنا لكم.